مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم جميعا بيومية جديدة. بس قول يومية جديدة يعني فرصة جديدة مع الحظ الحلو، مع الأرقام الحلوة ومع الربح أكيد. فرصة أنه نحول ال 500 ليرة وال 1000 ليرة ل 300 ألف ليرة، 400 ألف ليرة، 30 مليون، 40 مليون، 50 مليون، 120 مليون ليرة. حلوين. خلينا قبل ما نبلش نرحب بمندوب وزارة المالية وعضو لجنة الرقابة محمد الحاج شحادة. أهلا وسهلا فيك. مساء الخير. كيفك اليوم؟ تمام. حاضر لأول سحب؟ أكيد. تحت المراقبة تبع محمد. خلينا نبدأ مع أول سحب لليوم ومثل العادة يومية ثلاثة. ما كانت يومية ومثل العادة رح تختار ثلاث طابات لليوم. شو رح بيكونوا؟ طلق، يد. وأول طابة ليومية ثلاثة رح تبين عندكم على الشاشة. ستة. طابة الثانية. سبعة. يلا ثمانية. ستة سبعة. كمان سبعة. أول دوبل معنا لليوم ستة سبعة سبعة. هول هن طابات يومية ثلاثة. مبروك لكل يلي اختاروا هالطابات. إذا تكستوا بالدور يعني ستة من بعدها سبعة من بعدها سبعة، الرقم يلي دفعتوه أو المبلغ يلي دفعتوه بتضربوه بأربعمية مرة، أو إذا تكستوا حيلا فالمبلغ يلي دفعتوه بتضربوه بسبعين مرة. حلوين. من طابات يومية ثلاثة شو رح بيكونوا طابات يومية أربعة؟ خلينا نرجع للمكانة ونشوف شو رح تختار. أربع طابات هالمرة رح يبينوا على الشاشة عندكم مشاهدينا، رح تختاروا المكانة يومية. من جديد. وأول طابة ليومية أربعة تسعة. أربعة تسعة أربعة صفر. وآخر طابة ليومية أربعة سبعة تسعة أربعة صفر سبعة. هول هن طابات يومية أربعة لليوم. مشاهدينا إذا قررتوا تكسوا بالدور المبلغ يلي دفعتوه بتضربوه بأربعة آلاف مرة. شو يعني بالدور؟ يعني تسعة من بعدها أربعة من بعدها صفر ومن بعدها سبعة، أو إذا تكستوا حيلا أو عشوائيا المبلغ يلي دفعتوه بتضربوه بمية وخمسين مرة. وهلا رح ننتقل لآخر سحب معنا لليوم ومثل العادة يومية خمسة. خمس طابات من جديد رح تختارون المكنة ورح يبينوا عندكم على الشاشة. إن شاء الله يكونوا هن الطابات اللي أنتم مشاهدينا اخترتوهم أكيد. ستة. ثمانية. أربعة. اف كلهم بير. ستة ثمانية أربعة ثمانية. يلا تاني دوبي معنا لليوم. والطابة الأخيرة بيومية خمسة تسعة. ستة ثمانية أربعة ثمانية تسعة. هيدا هو سري طابة يومية خمسة. إذن ستة ثمانية أربعة ثمانية تسعة. مشاهدينا إذا قررتوا تلعبوا بالدور يعني بهيدا التسلسل ستة ثمانية أربعة ثمانية تسعة المبلغ يلي دفعتوه بتضربوه بأربعين ألف مرة. حلوين. أو إذا قررتوا التكسو حيلا فالمبلغ يلي دفعتوه بتضربوه بثلاثمية وخمسين مرة. كمان حلوين. ما بيشكو من شي. هول هن طابات يومية ثلاثة، يومية أربعة ويومية خمسة لليوم. بس أكيد رح نرجع نتأكد من نتيجة السحب. معك محمد، تفضل. سحبات يومية ليوم الجمعة 19 آب 2016. الأرقام الرابحة يومية ثلاثة ستة سبعة سبعة، يومية أربعة تسعة أربعة صفر سبعة، ويومية خمسة ستة ثمانية أربعة ثمانية وتسعة. شكرا لك محمد لوجودك معنا اليوم. اكيد بنقول الف الف مبروك لكل يلي حلفن الحظ، وان شاء الله يكونوا كثير كثار. لكل يلي ما حلفن الحظ ما لكم الا انه تكسوا، وكل ما تكستوا اكثر كل ما فرصكم بتزيد. والموعد السحب الجاي يلي هو الاثنين، ومن هلا لوقتها بون ويك اند باي.
لكل مشكلة في صديق يحلها. لما طلعت سفة سكاي دايفنج هالويكند وما عندي حجز ما كان إلي غير نبيل. نبيل ما في شي صعب عليه، بتكي خلص لي ورائي كله، تبلي الفيزا، حجز محل على الطيارة وخلي القودة بالأوتيل.